بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما قبل، فلقد كان حديث سماحة الشيخ إبراهيم أبو حسين حديث الإمتاع والإقناع. وحديث الإمتاع كما علمنا مشايخنا إنما طريقه القلب، أما حديث الإقناع فإنما طريقه العقل. والعالم الرباني هو الذي يجمع في حديثه بين الإمتاع والإقناع. وأشهد الله في سمائه وأشهدكم قبل أن نلقى الله جميعا بأن الاستنباطات التي استخرجها الشيخ من خلال تأمله في القرآن الكريم لم نقرأها من قبل في كتاب من كتب تفاسير القرآن الكريم. إذن من أين أتى بها فضيلة الشيخ؟ إنما هو طريق الإلهام وطريق الولاية وطريق الإخلاص، وإنها بحق كلمة يجب أن تنشر على مستوى العالم العربي والإسلامي، بل على مستوى العالم كله، لأن سماحته شخص فيها الداء ووصف الدواء. وبعد، فإن حديثي الموجز إلى حضراتكم تحت عنوان محبة الله. فما معنى محبة الله؟ يقول العلماء محبة الله معناها أن تهب كلك لمن أحببت حتى لا يبقى لك منك شيء. مرة أخرى نرجو أن نستمع بآذان القلوب وأن نفهم وأن نحاول أن نطبق. ما اجتمعنا هنا إلا على المحبة في الله. فما معنى محبة الله؟ يقول العلماء الربانيون مرة أخرى محبة الله معناها أن تهب كلك لمن أحببت حتى لا يبقى لك منك شيء. يعني من أنا ومن أنت؟ جسد وروح، انفعالات وأحاسيس، عواطف ومشاعر، قلب وقالب. لكي تكون محبا حقيقيا لله لا بد أن تهب كلك لله. ومن عجب أنك تهب كلك للواهب، لأن الله هو الذي وهب لك كل شيء. فلكي تكون محبا له أن تعيد إليه ما وهبه لك
بحيث لا يبقى لك منك شيء. هذا معنى المحبة. طيب، ما آية المحبة في القرآن الكريم؟ وبالمناسبة كنت أسجل برنامجا في إذاعة القرآن الكريم مع أخي المذيع القدير الأستاذ محمد الصفا يحيى، عنوانه أسماء الآيات. القرآن الكريم فيه 114 سورة، أسماء السور توقيفية. هناك آيات لها أسماء، عددنا منها تقريبا أكثر من 200 آية، وقلنا إن أسماء الآيات إما أن تكون توقيفية وإما أن تكون اجتهادية. لو سألك سائل ما آية عنوان القرآن، سؤال واحد للمشايخ، ما آية عنوان القرآن؟ هتقول لي القرآن له آية لها عنوان؟ أقول لك نعم، هذه الآية آخر آية في سورة إبراهيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هناك آية سماها العلماء آية المحبة، وهي تلك الآية التي قرأها علينا الشيخ بصوت ندي خرج من القلب فوقر إلى في القلوب، شيخ حجاج أكرمه الله. قول الله تعالى كما تعلمون: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول العلماء إن كلمة قل في القرآن الكريم، وهي قد خوطب بها النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. جبريل يقول له قل فينقلها إلينا كاملة، ما قال لناش على طول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا، كما قالها جبريل عليه السلام عن ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى فأنزل الله آية المحبة في القرآن الكريم وجعل لهذه المحبة علامة وجعل لهذه المحبة فائدة. انت عايز تعرف انت بتحب ربنا ولا لا؟ ربنا اعطاك العلامة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ اتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة وما الثمرة المرجوة؟ يحببكم الله، وليس ذلك وفقط ولكن، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلماء إن هناك في القرآن الكريم 4 علامات للمحبة. خلي بالك، 4 علامات عشان تتأكد أنك تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية في آية وردت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم واحد يحبهم ويحبونه، 2 أعزة على المؤمنين، 3 أذلة على الكافرين، 4 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى هذه الآية جمعت أمارات
وعلامات المحبة. لو طبقتها على نفسك ولقيتك بتنفذهم يبقى انت محب، وإلا فراجع نفسك مرة اخرى. رقم واحد، يحبهم ويحبونه، لانه اذا احبهم احبوا. يحبهم ويحبونه يعني ايه؟ ألهمهم طريق المحبة فسلكوا هذا الطريق، فلما دلهم ربنا على طريق محبته أحبهم الله تبارك وتعالى. دي العلامة الأولى، يحبهم وإيه؟ ويحبونه. رقم اثنين، أذلة على المؤمنين. كلمة أذلة مش من الذلة، ولكن معناها يخفضون جناحهم للمؤمنين، يتواضعون لإخوانهم من المؤمنين. ليه؟ لأن قائدهم في ذلك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره ربه بقوله واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإذا قرأت لابن القيم رحمه الله وجدته يذكر هذا الفصل في كتابه عنوانه سيد المتواضعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى العلامة الثانية ايه؟ أذلة على العلامة الثالثة، أعزة على الكافرين، أقوياء وأشداء. ولذلك أنتم تعلمون لما أراد الله عز وجل أن يصف أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى علامة المحبة رقم واحد، يحبهم ويحبونكم. رقم اثنين، أذلة على المؤمنين، يتواضعون لإخوانهم. رقم ثلاثة، أعزة على الكافرين، أشداء وأقوياء على كل من كفر بالله. رقم أربعة، يجاهدون في سبيل الله بالمال بالنفس بالعلم بالفكر بأي لون من ألوان الجهاد، ولا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم يعلمون أن الذي بيده الأمر كله هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإحنا لغاية دلوقتي أجبنا على ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما معنى محبة الله؟ السؤال الثاني، ما هي آية المحبة؟ السؤال الثالث، ما هي علامات المحبة؟ السؤال الرابع، ما الأسباب التي تجلب لك محبة الله تبارك وتعالى؟ تقول لي أنا أعمل إيه عشان خاطر أعرف بأن ربنا أحبني؟ رقم واحد، ذكر العلماء عشرة أسباب سنذكر بعضها. أول حاجة، قراءة القرآن بتدبر والعمل بما جاء في القرآن. وأنا دائما أقول إن ربنا حدد لنا كيفية التعامل مع القرآن في القرآن. مرة يأمرنا بقراءة القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مرة يأمرنا بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، مرة يأمرنا بتلاوة القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه ايه حق تلاوته، مرة يأمرنا بتدبر القرآن في أربعة مواضع من القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول
أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أرقى درجة في التعامل مع القرآن أن تتدبر القرآن. يبقى ده طريق من الطرق أو سبب من الأسباب التي تجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. السبب الثاني أن تحرص على أداء النوافل بعد أن تؤدي الفرائض. والحديث أنتوا سمعتوه مليون مرة، حديث القدس: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ده السبب الثاني الذي يجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. السبب الثالث أن تؤثر محاب الله على محابك أنت. تشوف ربنا بيحب إيه وأنت بتحب إيه، تفضل ما يحبه الله على ما تحبه أنت. والكلام كلام طويل، لأن بعض العلماء قد حصر هذا ما يحبه الله وهذا ما لا يحبه الله، وده موجود في القرآن: والله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، وما إلى ذلك. هتجمع آيات المحبة، وقد جمعناها، ما يحبه الله وما لا يحبه الله. أنت بتحب إيه؟ النفس تحب الملذات والشهوات والدنيا والعرض والغرض والأولاد والبنين وكل شيء. والإسلام بتاعنا دي إسلام وسطي معتدل، يقول لك يا أخي لا يمنعك ربك من أن تحب كل هذه الأشياء، ولكن إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع محبة الله فلا بد أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. الدليل على كده إيه؟ آية آل عمران: زين للناس. من الذي زين أيها المفسرون؟ قالوا الآية تحتمل أمرين: الذي زينه هو الشيطان من أجل الإلغاء الإغواء والإلهاء، أو الذي زين هو الله من أجل الابتلاء والاختبار. ولذلك جاء الفعل مبنيا للمجهول. أنا وأنت خلي بالك من الحاجات دي، نحبها جميعا. زين للناس حب الشهوات من النساء في الحلال والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل دي أعراض وأغراض الحياة الدنيا، والله عنده حسن الماء. وبعد كده: قل أنبئكم بخير من ذلكم. علماء اللغة بيقولوا كلمة خير أفعل تفضيل على غير بابها، يعني فيما مضى خير، والذي يأتي أكثر خيرا. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. رقم أربعة من الأسباب التي تجلب لك محبة ربك تبارك وتعالى: مجالسة عباد الله الصالحين. والذي يجالس عباد الله الصالحين يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إيه؟ من يخال. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة قبيح.
يبقى اذا اردت ان تستجلب محبة الله عليك ان تكثر من مجالسة عباد الله الصالحين. اربعة اسباب بقي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن المحبة في الله؟ هأذكر لكم مثالين. مثال الأول عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، شاب محترم محياه ممتاز جميل المحيا، يبتسم في وجه كل إنسان وقد امتلأ علما. دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، الناس كلهم ملتفين حولي، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. عايزين يسألوا عن مسألة من مسائل الدين في القرآن أو السنة أو أي فتوى، يروح لهذا الشاب ويسألونه ويصدرون عن رأيه الفتوى اللي يقولها، يروح إيه منفذها. يقول: فسألت عنه من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد تاني يوم هجرت، ابو ادريس الخولاني بيقول هجرت يعني رحت المسجد بدري عشان خاطر اصلي صلاة الضحى، فوجدته قد سبقني بالتهجير، لقيته سبقني وراح عشان خاطر يؤدي ليه صلاة الضحى. فجلست اليه حتى انتظر انتهى من صلاتي، ثم اتيته من قبل وجهه فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له: والله اني لأحبك في الله. فقال له مستفهما: الله، يعني الكلام انت بتقوله صحيح، انت بتحبني لوجه الله؟ فقال: الله. فقال له سيدنا معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل بالذات ليه ومات سن تقريبا 33 سنة، والرسول عليه الصلاة قال بأنه سيأتي سيد العلماء يوم القيامة، اي عالم تتخيله هيبقى رقم واحد فيهم من الأمة سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا ابو ادريس بيقول له: والله اني لأحبك في الله. قال له: الله. قال له: الله. قال له: ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في. حديث التالي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وأن ترزقنا حب من يحبك. اللهم اجعلنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تقطع لنا جميعا عادة تحولها إلى عبادة من أن نكون دائما طيلة حياتنا آمين هذا المسجد المبارك في رحاب وليك المبارك سيدنا الشيخ إبراهيم أبو حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إله الكون يسعدني رضاك، فما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. إذا ما الفجر في الآفاك حاكا، وإذ بالطل منسكب تباكا. فشوقي فيك ملتهب وحبي، وقلبي دائما يهوى علاك. استمعنا أيها الجمع الكريم إلى هذه الكلمة المباركة من العالم الجليل والأستاذ النبيل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، وعضو لجنة اختيار واختبار القراء والمبتهلين في الهيئة الوطنية للإعلام. ونحن هنا في هذه الساحة المباركة، الساحة الحسينية الأحمدية، بدعوة كريمة من سماحة الشيخ مولانا إبراهيم أبو حسين. أيها الإخوة المؤمنون، العبد في كل حاله لا بد له من اللجوء إلى الله، في شدته يلجأ إلى ربه، في قوته يعتصم بربه، في صحته يناجي ربه، وفي مرضه يسأل ربه، في غناه يسأل ربه، وفي فقره يسأل ربه، لأن العبد في كل حال فقير إلى ربه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه، ولقد قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء.